يعني دوقت كي كو كوميتا دستوري يعني ياكل أسيتانا تشكيل بويا دوقت كي كو نقاش لسر في لجنة دستوري دبي كو دست بكاري خوبكي كو أف لجنة وكو كو أعلان كرن ما بس تاوي أو استقرار وأراميد سوريا ده وشارة سريا سياسي بيك بيني أم دبينن كو تركيا وآرامي واستقرار كو هي أساسا تهديدك يعني باوريا مدى تركيا دو وقتك إذا فان تهديدات خزيدتك تصعيدك دو وقتك كو هيزين سوريا ديمقراطي بحمو التزامات خو رابويا حمو التزامات كو داليوي دجبو باراستنا سينور وآراميا سينور دوي وقت إذا تركيا زيدتك تصعيد خو يعني او تیوی معنی که ترکیه اساسا باوریا به اتفاقی نایه ترکیه تخوازه به اتفاقی هل وشینه هدف ترکیه و هوال بنده و ایرو کو شریک اند لجنا دستوری ده کو تجربه اداره ذاتی و آرامی استقراریات منطقه ده هیجی تیگ بدن یعنی اف تهدیدات شو تهدیدات جدینا احتمالا کما زنه جی کو ترك دس بوان تهديدات خوجي بك يعني السر عرضي قاف نابستيني لي ام دي بيجن افوينا براحتي درباس بي يعني جالية ما داجي دالية دبلوماسي دالية سياسي دا ام هفديتني خودا بردوامن دانستاني خودا بحمو اطرافي خودي تأثير دي سوريا دان بردوامن دالية عسكري داجي هزين سوريا ديمقراطي تدبير خودستينن كو مواجهة يعني چه ايريشه كي جاليه تركا ده مواجهه بيكرن تعامل بيره بيكرن يعني ام فيجي زلال بيجن ام ندا خواز الشرن ام نا خوازن تبليت الشراب بن ام دو بيجن رياد ديالوغي و سياسات ايدم كارن پروبليمي خو چاره سر بكن لي تركيا دجمناتيا خو ده جمره زلال اشكره ديالوغي نا خوازي بري خداي شر ری ام ندا خوازی شرن لی امی بر خو بدن یعنی امی مواجهه و تهدیدات ده تشته تی خواستن امی جالی خود پیراون باوریا ما ده جی یعنی امکان ما هیزا ما ملت ما یعنی وی بیک هلوست مواجهه و تهدیدات ده که و امی والا جی درخینه